أحسن الله إليكم. نوال عبد الله أرسلت هذا الفاكس قبل قليل عن تشقير الحواجب بالنسبة للمرأة وكيفية القصر والجمع في السفر. تشقير الحواجب صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريمه، فلا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، بل تبقيها كما خلقها الله عز وجل ولا تتعرض لها. وأما الجمع والقصر في السفر فهما رخصة للمسافر إذا كان سفره يبلغ 80 كيلو فأكثر، فله أن يجمع وأن يقصر في الطريق ذهابا وإيابا. نعم.